السلام عليكم، معكم مصطفى سليمان مدير شركة طمزة فيزيون. كما سبق اشرت على ان الاغنية ديال السلام عليكم السلام هي من انتاج الشركة ديالنا في 2012 بالصوت و2013 بالصوت وصورة، واللي نالت اعجاب الجميع على الساحة الفنية خصوصا الفن احوش. وهذه مفخرة لنا ان سعد المجرد ياخذ واحدة من الاغاني ديالنا اللي في الكتالوج ديالنا وعاودها بالصيغة ديالو اللي وصلها للعالمية. وكنشكروا عاوتاني من هذا المنبر، راه فنان ديالنا كنفتخروا به، وهذه راه مزيان انه وصل الفن احواش للعالميه بالطريقه ديالو، وهذه راه مفخره لنا. وبالنسبه ليهم راه حنا توافقنا معهم واعطيناهم سميتو اعطيناهم الموافقه القانونيه باش يديروها في الفلاشين ديالهم. توافقنا بالمناجر ديالو رضوان والمناجر ديال الفناير، تواصلنا هذه السيمانه كلها وصلنا لحل الوسط وانه مزيانه تكون عندهم في الريبرتوار. هذا الشيء راه المسائل القانونيه، ولكن تفاجئنا على ان واحد كيدعي على ان الاغنيه ديالو، واحد الفنان في مراكش كيدعي ان الاغنيه ديالو راه ما عنده حتى شي حق، راه ما كيملك حتى شي حق، ما عندوش نهائيا الحق انه يمتلكها ولا انه يدوي فيها. وحنا راه غادي ندخلوا معاه في اطار قانوني في هذا المشكل اللي داروا دابا، لان لو سيني على لا فيديو لسعد المجرد راه ما عندوش الحق. الحق دابا راه عند سعد المجرد في القناه ديالو، يستعملها بكل الوسائل وكل الدلائل اللي متاحت اللي دارتها لنا الشركه ديالنا للمناجر ديالو بالوثائق. ودابا هاد السيد راه غنتابعوه قانونيا. اما سعد المجرد دابا راه عنده الوثائق اللي هي كتقول ليه انه يدير ديك الاغنيه في الريبيرتوار ديالو وفي القناه ديالو الخاصه على اليوتيوب. وشكرا لكم.